روح وقولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا دروغ راهو ضاع روح وقولوا للنظام واللي حق من هاد الاطار الشان من الدمار واللي بار من خضار روح وقولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا دروغ راهو ضاع روح وقولوا للنظام واللي حق من هاد الاطار الشان من الدمار واللي بار من خضار روح وقولوا للنظام راهو كان ديباطار هملوا هاد الناس وعفسهم في بعضها ما كل يوم راهم بالعقل اللي خربوا فيها ديما يخوضوا فيها بالتخلاطي واخدوا فيها زعما يخوفوا فينا ما كان لها الخوف او جامي يجيني كي نشوف شكون اللي يجيري فهاد الجيل اللي في الجيري نولي نجيني اليوم بلادنا يتعاني خاطك راي فيها العدي داروا عمايل بن علي عم بالي الجيري مش هتونس ولا مصر الهموم مختلفه بس عندها نفس الاصل القصر يختلف من الحكومه للحكومه العباد يبتوا من البنديه هما النهايه راي مشهوله على ديك راني شاد ما يدهشني حتى شاف ما يشريني حتى شاك شوف مشني مشتاق وكلامي مش تاع الشاق هذا لطفي دوب الكامو مش لطفي بوش قولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا بروغ راهو ضاع روحوا قولوا للنظام واللي حق من هاد اللي ضاع الشان من الدمار واللي بار من خضار روحوا قولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا بروغ راهو ضاع روحوا قولوا للنظام واللي حق من هاد اللي ضاع الشان من الدمار واللي بار من خضار روحوا قولوا للنظام واللي ضاع واش صار في المينستير سقسي المخابرات والسيكوريتي ميليتار تسمعوا جدار ولد فلان ولد فلان وكيفاه لي زفر في دار الشرع يتفرا ومع كل احتراماتي بيان سور سيدي جوج سورتو هذاك اللي يخلص من الويسكي وقرع يروج هذاك اللي حكيتو لوش مادا بيه اللي بروسي ولا يعطيني كيف داروا للشعب التونسي قد هندوسي مخبي في السنترار بالاخص هذوك اللي فيهم سينياتور تاع سوناطرا ككل الشاسو اللي دراع دراهم ما يسولي برا يا درا قول لي انت وانو مسوار تاع لي سقسي السلطات شكون يسرقوا الاقتصاد شكون يديرها بالرصاص ودار علينا هنا الحصار اسمع هاد العصابه وكل هاد الاسرار راهي مخبيه في الجيب تاع جنرال خالد نزار قولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا بروك راهو ضاع روحوا قولوا للنظام واللي حق من هاد اللي ضاع الشان من الدمار واللي بار من خضار روحوا قولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا بروك راهو ضاع روحوا قولوا للنظام واللي حق من هاد اللي ضاع الشان من الدمار واللي بار من خضار روحوا قولوا للنظام هنا راهم كتروا الحقارين كتروا المكارين كتروا النكارين كون غير يموتوا بكمين يتحرقوا في اللاكابين يتحطوا كلهم في بوطو وتيري لا كارابين العباد راهم كارين كل بالزطلة جامي صحية تصبح في الشماجة حياتهم كاملة عادة صحراء مسحتة مساكن دركا نصها البرة مفرقة ونصها راهي مفكرة غير في البرة ولا الفودكا يا فكنا خطاك دير فوق كان قد المسؤول يهمو غير القصور وبين اصحابه راهو مسكور لسان هم مسكوه والبصر هم سدوه واد الجيل هم جابولو غير الكيف باش يفزوه الشعب هم وصلوه يروح للموت وينتحر يحرق روحه بالليسانس ولا يكولي في البحر والله هادي حرب واللي شعلها وجهل انسى باللي الشعب راهو سلاح دمار شامل ياه سلاح دمار شامل كون يتفلق كل شي عود شاعله واحد ما يمنع الدم سترو طار عادي كنوصيكم روحوا قولوا للنظام روحوا قولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا بروك راهو ضاع روحوا قولوا للنظام واللي حق من هاد اللي ضاع الشان من الدمار واللي بار من خضار روحوا قولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الشان في الكريم ولا بروك راهو ضاع روحوا قولوا للنظام واللي حق من هاد اللي ضاع الشان من الدمار واللي بار من خضار روحوا قولوا للنظام باللي الشعب راهو ضاع الجان في الكريم ولا دروغ راهو طاح روحوا قولوا للنظام واللي حق من هاد اللي طاح الجان من الدمار واللي بار مخو ضار